فليس الإيمان بالقلب فقط كما تقوله الأشاعرة، أو اللي يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب، أو المعرفة، مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية، مجرد المعرفة بالقلب. وعلى هذا يكون فرعون مؤمنا، لأنه يعترف بقلبه بما جاء به موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون معترف بهذا بقلبه، لكنه أنكره بلسانه باب الكبر والبقاء على ملكه، يريد البقاء على ملكه، واستكبر عن ما جاء به موسى عليه السلام. وكذلك المشركون يعترفون بقلوبهم أن محمد رسول الله وأنه على حق. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل، كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعترف بأن الرسول على حق: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلما لم يتبعه صار من أهل النار، لما مات على ملة عبد المطلب صار من أهل النار، وهو يعترف أنه حق. وقال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه من اتباع محمد إلا الحمية لدين قومه: لولا الملامة أو حذار مسبة لآبائه وأجداده، فمنعته الحمية والعياذ بالله، حمية الجاهلية، فمات على الكفر وهو يعرف أن محمدا على حق، يعتقد هذا. فعلى مذهب الأشاعرة، على مذهب الأشاعرة يكون مؤمناً.